عادت الحركة إلى شوارع مدينة غزنة الأفغانية بعد تمكن القوات الأمنية من إبعاد مسلحي طالبان الذين شنوا هجوما عليها قبل حوالي أسبوع، وتستمر المخاوف لدى السكان من اندلاع معارك جديدة هي لا تزال موجودة، خاصة مع انتشار عدد من أفراد طالبان خارج المدينة. هجوم طالبان على مدينة غزنة الأسبوع الماضي أثار موجة تنديدات واسعة في أوساط الأهالي وأعيان المدينة. أحد أعضاء البرلمان عن المحافظة أكد أنه الهجوم الأكبر الذي استخدمت فيه هذه الجماعة الإرهابية أبشع أساليبها بتدميرها لكل شيء طالته يدها. نفس هجوم طالبان در غزنی که منجر شد به رعب و وحشت مردم و ایجاد هجوم طالبان على غزني أظهر وحشيتها وسبب فزعا وذعرا كبيرين في أوساط سكان غزني، حرمهم من ممارسة حياتهم الطبيعية لمدة 5 أيام وجعل مستشفيات المدينة خارج الخدمة. أفراد طالبان منعوا أيضا الإسعافات الأولية لنقل الجرحى، ما جعل كثيرا من سكان المدينة يهربون من منازلهم. ما تقوم به طالبان أمر غير مقبول، والسلوك الذي انتهجته مرفوض في العرف الإنساني والقيم الإسلامية. هجوم طالبان على غزني كان مختلفا تماما عن سابقيه من حيث عدد الضحايا الأبرياء الذين سقطوا والدمار الذي مس حياة المدنيين كحرق ممتلكاتهم الخاصة والمحلات والأسواق والمراكز التجارية التي كانت مصدر رزق الأهالي هناك. وبالرغم من ادعاء طالبان أنها أفعال جهادية، إلا أنها لا علاقة لها بالإسلام والجهاد، وهي انتقام من المدنيين بسبب رفضهم لأجنداتهم التخريبية وعدم تعاطفهم مع أفكارهم المتطرفة. الهجوم هدفه تدمير أي مصدر اقتصادي للمدينة لينتشر بذلك الفقر والبطالة. نحن ندين بشدة الأفعال البربرية لطالبان على غزني، ونضم صوتنا لجميع المنظمات والأشخاص الذين ينددون بسلوك طالبان الإرهابي والذين سعوا لسنوات إلى بناء هذه المدينة لتصبح مركزا يجمع بين الثقافة الإسلامية والتراث الأفغاني. مسؤولية أمن المدنيين تقع على عاتق الحكومة بدءا من رئيس الجمهورية ووزيري الداخلية والدفاع، وعليهم أن يراجعوا الاستراتيجية المتعلقة بمحاربة الإرهاب. يجب على القوات الأمنية أن تدمر المقرات العسكرية لطالبان. الاستراتيجية الجديدة يجب أن تتضمن أن محاربة الإرهابيين في عقر دارهم وليس في شوارع المدن وبيوت المدنيين، بل علينا أن نتعقب الإرهابيين في معسكراتهم ومقراتهم الأمنية. مردم غزنی توانستند غزنی را به این مرحله برسانه و باز هم به ویرانی مبدل شد، از دید هیچ کس این عمل نمیتونه عمل قابل قبول باشه و کاملا عمل محکوم است. في سياق ذاته تحدث سكان مدينة غزنة أيضا عن الأضرار التي طالت ممتلكاتهم ومحالهم التجارية إثر هذا الهجوم. نتابع مقاله. وصل سعر مياه البرميل الواحد إلى 1000 أفغاني، وأصبح ثمن الخبز 50 أفغاني. في غزني أصبحت المستشفيات خارج الخدمة، لا مياه لا كهرباء، وشبكات الهواتف لا تعمل. الأطفال الذين يختبئون في الأنفاق كلما يسمعون صوت الطائرات والرصاص ينتابهم الخوف والرعب. لم يبقى في سوق غزني شيء يذكر. هنا كان متجري، يمكنكم أن تروا كيف تم تدميره. لا أعرف كيف يمكنني فصل البضائع المحروقة عن غيرها. هذه بقايا البطاريات المحروقة وزيت الشعر وغيرها، كنت أبيعها هنا. معظم البضائع كانت منتجات بلاستيكية، وهذا ساعد على انتشار الحرائق إلى أن وصل الحريق في كل مكان. لست أدري من أي جهة نطلب المساعدة أو لمن نشكو. أطلب من الحكومة أن تمد لنا يد العون. انظر، ليس لدينا ما نبيعه اليوم. لقد فقدت مبلغا يقدر بأكثر من 120 ألف أفغاني.